كمان خلي بالك انه في انجلترا، في لندن مثلا، تحسي قد ايه نفوذ اسرائيل واصل، تحسي قد ايه في معلومات جايه. احنا مع الاسف الشديد، انا مش عارف كنت كلمتك فيها ولا لا، لكن احنا سيبنا الاسرائيليين في مرحله من المراحل يعملوا دراسه عن حاجه غريبه جدا، عن المحيط، الفقر المحيط بالقاهره وبعض العواصم، وما خدناهاش جد. انا وقتها في ذلك الوقت اتكلمت، قلت كلام مش معقول شويه ده يا جماعه، مش كده يعني، لكن ما حدش خد باله. لكن النهارده حزام الفقر المحيط بالقاهره ده حزام، انت في لندن تحسي انه في هم ناس بيتابعوا انهم يريدوا ان يحولوا هذا الحزام من حزام فقر الى حزام نار. وتلاحظي ان كل عمليات الارباك المشغوله كل اللي احنا فيها، احنا داخلين قابلين الابتزاز، لانه تجيلنا تهديدات اكتر من لازم، ننفعل ونعمل تخويف للناس، ويجيلنا ما تحصلش حاجة فتهبط الأمور، وبعدين تبتدي عمليات إرهاب صغيرة متناثرة، في تحسي إنك تقدري تشوفي خطة.